الرئيس السيسي يشدد خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء هولندا على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل منتظم وسريع. إسرائيل تقصف محيط 3 مستشفيات في قطاع غزة ومقتل جندي إسرائيلي خلال توغل في القطاع. حزب الله يعلن استشهاد 7 من عناصره في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية، ونتنياهو يقول إن مشاركته في الحزب في الحرب ستكون مدمرة للبنان. العاشرة صباحا في القاهرة، 8 بتوقيت جرينتش، أهلا بكم في نشرة إخبارية على شاشة النيل للأخبار. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل منتظم وسريع للحد من المعاناة الإنسانية المتزايدة للشعب الفلسطيني في غزة. جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الرئيس من مارك روتا رئيس وزراء هولندا لمتابعة التباحث بشأن تطورات العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، حيث تم التوافق بشأن أهمية تجنب اتساع رقعة الصراع لما يمثله ذلك من تهديد جسيم لأمن واستقرار الشرق الأوسط، بالإضافة إلى التبعات الإنسانية على المدنيين وضرورة ضمان استدامة إنقاذ وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة. أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة الأونروا أن 14 شاحنة محملة بالمساعدات دخلت قطاع غزة من مصر الليلة الماضية، وكانت الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية قد دخلت إلى القطاع بدءا من صباح أمس عبر معبر رفح، وشملت 17 شاحنة تحتوي على مواد طبية وإغاثية. وللمزيد من المتابعة وعلى أرض الواقع ينضم إلينا من مدينة العريش الزميل حمادة العربي. حمادة، بالطبع أنت على معبر رفح، كيف تتابع وصول المساعدات الإنسانية وتدفقها إلى داخل القطاع، وهل بدأ اليوم الثالث دخول المساعدات أم حتى الآن لم تدخل المساعدات بعد؟ تحياتي إليك عمرو ولكل مشاهدي النيل الأخبار. يعني بالفعل يتم في هذا اليوم تجهيز ما يقرب من 40 شاحنة، هذا ما تردد من أنباء حول دخول شاحنات في اليوم الثالث بعد تجهيز عدد من القوافل في يوم الأمس والأول من أمس. كما ذكرت، القوافل التي دخلت وهي القافلة الثانية دخلت بها الأمس ما يقرب من 17 شاحنة، لكن إعلان الأونروا أن دخول 14 شاحنة إلى قطاع غزة في ليلة كانت دامية على قطاع غزة مع قصف إسرائيلي متواصل على القطاع بشكل كبير، وسمعنا دوي تلك الانفجارات في محيط معبر رفح ليلة أمس وعلى مدار اليوم حتى مع دخول المساعدات. اليوم نتوقع أن يكون هناك تجهيز لعدد من الشاحنات تدخل إلى قطاع غزة محملة بالأدوية والأغذية بشكل كبير. نتحدث أيضا عن تجهيزات قوية للمواد الإغاثية لنصرة أهلنا في غزة، خاصة مع استمرار القصف الإسرائيلي ووصوله لمحيط عدد من المستشفيات في قطاع غزة. على جانب آخر، في مدينة العريش تتواصل تخزين المواد الإغاثية والغذائية والأدوية التي تأتي عبر مطار العريش بطائرات محملة، كان من ضمنها الهند وتركيا مؤخرا والإمارات، ويتم تخزينها في عدد من المناطق منها الصالة المغطاة، محيط الصالة المغطاة في مدينة العريش بها عدد كبير من الشاحنات تنتظر التحرك إلى معبر رفح لتنضم إلى مثيلاتها هناك. نتحدث عن ما يقرب من 160 شاحنة تنتظر أمام معبر رفح للدخول إلى قطاع غزة خلال الأيام القادمة بإذن الله، مع تأكيدات من الرئيس السيسي مع عدد من الزعماء وقادة العالم على ضرورة إمداد قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية العاجلة. نتحدث عن وقف للطاقة ووقف للمياه داخل قطاع
غزة، نتحدث عن يعني عدد كبير من المواطنين أمام المخابز التي ضربتها أو ضربت عدد كبير منها قوات الاحتلال، واستشهاد عدد كبير من الفلسطينيين. ليلة أمس فقط استشهد ما يقرب من 500 مواطن فلسطيني من جراء القصف المتواصل على قطاع غزة، والبيوت تهدمت والمنازل تهدمت على ساكنيها. يمكن وضع مأساوي يزداد صعوبة يوما بعد يوم مع إصرار إسرائيل على التواصل الغارات الخاصة بها على القطاع، ويمكن حتى هذه اللحظات الأقوال تقول أن يعني هذا تدمير ونسف للبنية الأساسية في قطاع غزة بشكل كبير، مع ترقب إذا كان ما سوف يكون هناك اجتياح للقوات الإسرائيلية لقطاع غزة، فهذا سوف يدمر القطاع بشكل كبير، ووصول عدد النازحين لما يزيد عن 1 مليون مواطن فلسطيني نازح من شمال قطاع غزة إلى الجنوب، وهذا يمكن سوف يسفر عن يعني تبعات كثيرة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. نعم، أشكرك شكرا جزيلا الزميل حمادة العربي. بالطبع سنعود إليك حمادة اليوم لمتابعة الجديد حول دخول المساعدات إلى قطاع غزة. بشكرك شكرا جزيلا الزميل حمادة العربي. هذا قد أعلنت حركة حماس استشهاد أكثر من 60 شخصا خلال غارات ليلية إسرائيلية، وشنت طائرات الاحتلال ضربات جوية استهدفت محيط مجمع الشفاء الطبي وسط المدينة في غزة بالقرب من مستشفى القدس غرب غزة وبالقرب من المستشفى الإندونيسي في شمال القطاع. كما شنت طائرات الاحتلال غارات مكثفة على مخيم جبلية ومناطق عدة شمالي وشرقي قطاع غزة، وكذلك على خان يونس ورفح جنوبي القطاع. ولليوم 17 على التوالي تواصل إسرائيل ارتكاب المجازر بحق المدنيين في القطاع، وحيث أعلنت مستشفيات القطاع ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 4800 شهيد، من بينهم أكثر من 1873 طفلا، في حين تجاوز عدد المصابين 14000. غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة تسفر عن حصيلة يومية بعشرات الشهداء والمصابين. المصادر الطبية في قطاع غزة أكدت أن نحو 400 فلسطيني استشهدوا الأحد خلال الغارات التي شنها طيران ومدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. من جانبها أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أن 29 من موظفيها قتلوا في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل. وأكد جيش الاحتلال تكثيف القصف على القطاع خلال الليل، وأعلن المتحدث باسمه مقتل عشرات من عناصر حماس بينهم مسؤول في منظومة المدفعية الصاروخية. وكان رئيس الأركان الإسرائيلي قد قال خلال تفقده أحد ألوية المشاة إن الجيش الإسرائيلي سيدخل غزة، وأنه يستعد لأي مفاجآت قد تجهزها حركة حماس. كما أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إبلاغ عائلات 212 إسرائيليا أن ذويهم تم نقلهم إلى قطاع غزة، وكانت إسرائيل قد طلبت من سكان شمال غزة البالغ عددهم أكثر من 1 مليون شخص التوجه جنوبا حفاظا على سلامتهم، مدعية أنها تستهدف منشآت عسكرية لحركة حماس وقياديها. وفي الضفة الغربية المحتلة أعلنت وزارة الصحة استشهاد شابين وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة، وذلك خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الجلزون شمال رام الله. كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة أريحة ومخيم عقبة جبر، فيما استشهد 6 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في جنين ونابلس والخليل، ليرتفع عدد الشهداء إلى 96 شهيدا منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي. على الجبهة الأخرى من العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية، سعرت قوات الاحتلال الإسرائيلية من هجماتها وانتهاكاتها بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم. في مخيم جنين نفذ طيران الاحتلال غارة جوية على مسجد الأنصار، ونشر بيانا زعم فيه أن المسجد كان مركزا لعناصر من حركتي حماس والجهاد لتخطيط الهجمات ضد قواته. الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن أن الغارة الإسرائيلية أسفرت عن سقوط ضحايا بين شهيد وجريح،
كما استشهد عدد من الفلسطينيين خلال عملية توغل لقوة من الاحتلال في مخيم عسكر شرقي نابلس ومواجهات مع قوات الاحتلال في طوباس. وبدورها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر إلى أكثر من 90 شهيدا. وفي حملة اعتقالات واسعة في محافظات الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 50 فلسطينيا من الخليل وجنين وطوباس وسلفيت ونابلس، إضافة إلى عدد غير معلوم من عمال قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم في بلدة الرام شمالي القدس. وتشهد العديد من مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية مظاهرات ومواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي تلبية لدعوة وجهتها حركة فتح وحماس للمواطنين للخروج دعما لقطاع غزة، وتأكيدا على وحدة فلسطين الضفة وغزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي بصاروخ مضاد للدبابات أمس خلال توغل في قطاع غزة. نفذت القوات الإسرائيلية غارة الأحد في منطقة غزة بالقرب من الحدود كجزء من الجهود المبذولة لتحضير المنطقة قبل الهجوم البري واستمرارا لجمع المعلومات الاستخبارية بشأن المفقودين والأسرى، وهي مهمة وطنية ذات أولوية قصوى. وقتل جندي من قوات الدفاع الإسرائيلية وأصيب 3 جنود وتم إخطار عائلاتهم. رغم الهجوم الإسرائيلي الشرس على قطاع غزة تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف المواقع الإسرائيلية، حيث أعلن جيش الاحتلال الأحد مقتل 1 جنوده وإصابة 3 آخرين نتيجة إطلاق صاروخ مضاد للدبابات خلال توغل في قطاع غزة. من جانبها أكدت حركة حماس إجبار قوة إسرائيلية مدرعة على الانسحاب إثر محاولة عبور السياج الحدودي إلى قطاع غزة. كما أعلنت كتائب القسام تدمير جرافتين ودبابة إسرائيلية في كمين قرب موقع كيسوفيم شرق خان يونس، بينما أكدت إسرائيل إصابة 4 جنود أحدهم حالته حرجة في اشتباك مع مسلحين فلسطينيين قرب الموقع. وأعلن جيش الاحتلال إصابة إسرائيليين 2 بجروح أحدهما حالته خطيرة في بلدة نيتيفوت إثر سقوط صاروخ أطلق من غزة. وأكدت الفصائل الفلسطينية إطلاق دفعات صاروخية باتجاه مناطق واسعة شرقي مدينتي عسقلان وأشدود. وكشفت الحكومة الإسرائيلية أن 200,000 إسرائيلي نزحوا داخليا بسبب الحرب في غزة، فضلا عن إجلاء 100,000 من مستوطنات غلاف غزة وجنوب لبنان. قالت السلطات الإسرائيلية أنها شكلت 100 الفرق الأمنية من المتطوعين في الأسبوعين الماضيين، وأنها تسلحها تحسبا لوقوع اضطرابات بين اليهود والعرب بسبب العدوان على قطاع غزة. خوفا من تدحرج كرة اللهب من غزة إلى الداخل الإسرائيلي، لجأت السلطات الإسرائيلية إلى تشكيل فرق مسلحة من المتطوعين تحسبا لوقوع اضطرابات بين اليهود والعرب الذين يشكلون نحو 1/5 عدد سكان إسرائيل. وتسبب العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية في إثارة المخاوف إزاء العلاقات العرقية المتوترة بالفعل داخل إسرائيل، حيث اعتقلت الشرطة الإسرائيلية خلال الأيام الماضية 10 المواطنين العرب للاشتباه في التحريض ودعم حركة حماس استنادا إلى منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. ويخشى وزير الأمن إتمار بن غفير من تكرار أحداث عام 2021 حين وقعت صدامات بين اليهود والعرب بسبب الحرب على غزة، ما دفعه إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات بينها تخفيف القيود على تراخيص حمل السلاح. لكن أبرز هذه الإجراءات تمثل في تشكيل فرق أمنية من المتطوعين للقيام بدوريات في الشوارع ودعم الشرطة، شملت نحو 530 فرقة من المقرر تزويدها بأكثر من 40,000 قطعة سلاح. هذه الخطوة أثارت مخاوف من تحول هذه الفرق إلى ميليشيات خاصة في ظل تصاعد اليمين المتطرف المعادي للفلسطينيين والعرب، ما يجعل المدن العربية في إسرائيل على صفيح ساخن قد يفجر الأوضاع في أي وقت. حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان من أن الحرب قد تمتد إلى أجزاء أخرى من المنطقة إذا وصلت إسرائيل عدوانها على قطاع غزة. امروز منطقة
همانند بشكي. المنطقة اليوم أشبه ببرميل البارود، وأي خطأ في الحسابات بما في ذلك استمرار التحريض على الحرب والمجازر وتطهير العرقي وطرد سكان غزة والضفة الغربية يمكن أن يؤدي إلى عواقب مريرة وثقيلة وواسعة النطاق في المنطقة وضد مصالح إسرائيل وضد مصالح المحرضين على الحرب في المنطقة. أود أن أحذر الولايات المتحدة الأمريكية ووكيلها الإقليمي نظام إسرائيل من أنهما إذا لم يوقفا فورا الجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي في غزة فإن أي شيء سيكون ممكنا في أي لحظة وسوف تخرج الأوضاع في المنطقة عن السيطرة. وفي المقابل وخلال زيارته لإسرائيل حذر السيناتور الجمهوري لانزي جرام إيران من أن الحرب ستندلع فيما وصفه بفنائها الخلفي إذا تدخلت في الصراع بين إسرائيل وحماس. إن فكرة حدوث ذلك الهجوم دون تدخل إيراني هي فكرة مثيرة للضحك، فأكثر من 90% من الميزانية على مدى عقود والتدريب والمعدات كلها تأتي من إيران. لقد جئت إلى هنا لأخبر إسرائيل أن أمريكا ستكون معها. لقد جئت إلى هنا كي يعلم العالم العربي أننا نريد أن نصنع السلام إذا استطعنا. إن تدمير حماس أمر غير قابل للتفاوض، لكن كيف نفعل ذلك؟ لذا نحن هنا لنمنح إسرائيل ما تحتاجه للقيام بمهمة تدمير النسخة الحديثة من النازية وهي حماس. نحن هنا لنقول لإيران إننا نراقبكم. إذا تفاقمت هذه الحرب فسوف تندلع في فنائكم الخلفي. لن تكون هناك جبهتان، بل ستكون هناك ثلاث جبهات. أنا لا أكره الفلسطينيين، أنا أكره حماس. أعرف الفرق بينهما. الهدف من المضي قدما هو الاستفادة من هذا الرعب ومحاولة تحسين الأوضاع في إسرائيل. وفي السياق ذاته حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من انخراط حزب الله اللبناني في حرب مع إسرائيل. وتوعد نتنياهو خلال تفقده لقوات إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان بتوجيه ضربات مدمرة على الدولة اللبنانية، وتشهد المنطقة الحدودية تبادلا للقصف خصوصا بين حزب الله وإسرائيل. وبدأ غدا شن حركة حماس هجوما مباغتا غير مسبوق في 7 أكتوبر الماضي. وفي السياق ذاته أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف بالأمس خليتين لحزب الله كانتا تخططان لإطلاق صواريخ مضادة للدبابات وقذائف باتجاه إسرائيل، في حين أعلن الحزب استشهاد 7 من عناصره ليرتفع عدد الشهداء في عناصره إلى 27 منذ 7 أكتوبر الماضي. رغم أن التصعيد على الجبهة الشمالية لا يزال ملتزما بقواعد الاشتباك بين حزب الله اللبناني والاحتلال الإسرائيلي، إلا أن المخاوف في تصاعد من احتمال اتساع دائرة المواجهة إلى حرب إقليمية حال نفذ الاحتلال هجومه البري على قطاع غزة. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في رسالة لحزب الله اللبناني قال إن الحزب سيرتكب أكبر خطأ في حياته إذا ما قرر الدخول في حرب ضد إسرائيل. وفي رسالة سابقة حذر جيش الاحتلال من أن حزب الله يجر لبنان إلى الحرب، إلا أن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أكد استمرار الاتصالات الدبلوماسية دوليا وعربيا في سبيل وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وجنوبه تحديدا ومنع تمدد الحرب الدائرة في غزة إلى لبنان. كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على وضع خطة طوارئ لأي تصعيد محتمل. أما حزب الله اللبناني فأكد أنه جزء من المعركة وأعلن مقتل عدد من عناصره في اشتباكات مع الاحتلال الإسرائيلي بالمنطقة الحدودية، في حين أقر جيش الاحتلال بمقتل عدد من جنوده. وتتركز المواجهات بين الجانبين في محيط قرية علم الشعب والمناطق المحيطة بها الواقعة غربي المناطق الحدودية، وكذلك محيط قرية عيترون شرقا والمنطقة المحيطة ببلدة حول اللبنانية على الجهة المقابلة لمستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية. وعلى وقع التصعيد المتبادل طلبت إسرائيل إخلاء أكثر من 40 منطقة قرب الحدود. وعلى الجانب اللبناني دفع التصعيد بألاف المدنيين إلى النزوح من منازلهم والانتقال إلى مناطق آمنة وفي أذهانهم حرب عام 2006.
حذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن من أن الولايات المتحدة لن تتردد في التحرك عسكريا ضد أي منظمة أو بلد يسعى لتوسيع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، لافتا إلى نشر منظومة ثاد المضادة للصواريخ وبطاريات باتريوت إضافة للدفاع الجوي عبر المنطقة. شهدنا مؤخرا هجمات صاروخية وطائرات بدون طيار على قواعد تضم قواتنا في العراق وسوريا. نحن قلقون بشأن التصعيد المحتمل. في الواقع ما نراه هو احتمال حدوث تصعيد كبير، تصعيد الهجمات على قواتنا وشعبنا في جميع أنحاء المنطقة. ولهذا السبب سنفعل ما هو ضروري للتأكد من أن قواتنا في وضع جيد وأنها محمية. الانتشار الإضافي لقواتنا يبعث برسالة أخرى إلى أولئك الذين يسعون إلى توسيع الصراع بين حماس وإسرائيل، وكما قال الرئيس بايدن في وقت سابق وكما سمعتموني أقول، إذا كانت أي مجموعة أو أي دولة تتطلع إلى توسيع هذا الصراع والاستفادة من ذلك هذا الوضع المؤسف للغاية الذي نراه، فنصيحتنا هي لا تفعلوا ذلك. نحن نحتفظ بحق الدفاع عن أنفسنا ولن نتردد في اتخاذ الإجراء المناسب. مزيد من القوات الأمريكية تنتشر في الشرق الأوسط في رسالة تحذير إلى إيران والجماعات المسلحة الموالية لها من استغلال حرب غزة لمهاجمة أهداف أمريكية. تحذير جاء بعد سلسلة هجمات متفرقة استهدفت قوات وقواعد أمريكية في المنطقة، حيث تهدد فصائل مسلحة مقربة من إيران بمهاجمة مصالح أمريكية على خلفية دعم واشنطن لإسرائيل. وخلال الأيام القليلة الماضية استهدفت طائرات مسيرة وصواريخ قاعدتين تستضيفان القوات الأمريكية في العراق، كما أسقطت سفينة حربية أمريكية أكثر من 12 طائرة مسيرة وأربعة صواريخ كروز أطلقتها من اليمن جماعة الحوثي. وأمرت الولايات المتحدة بإجلاء الموظفين غير الأساسيين من سفارتها في بغداد وقنصلياتها في أربيل، حيث رأت في هذه الهجمات احتمالا لتصعيد كبير ومحاولة من جانب إيران لتوسيع رقعة الحرب في غزة. ولمواجهة هذه المخاوف أرسلت الولايات المتحدة قوة بحرية كبيرة إلى الشرق الأوسط تشمل حاملتي طائرات وسفن دعم لهما ونحو 2000 من قوات مشاة البحرية. كما أعلن البنتاغون إرسال منظومة الدفاع الجوي الصاروخي ثاد المضاد للأهداف على ارتفاعات كبيرة ومنظومة باتريوت للصواريخ الاعتراضية إلى الشرق الأوسط. ووفق المسؤولين الأمريكيين فإن كل هذه التحركات تأتي في إطار خطة طوارئ احترازية من أجل زيادة الجاهزية والقدرة على الاستجابة السريعة وتعزيز ما وصفوه بجهود الردع الإقليمية. تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي الجنازة العسكرية للواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وأمين صندوق تحيا مصر السابق. تقدم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنازة العسكرية للواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة ولفيف من رجال الدولة. وكان الفقيد الراحل قد شغل العديد من المناصب والوظائف، كان أبرزها رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة سابقا وصولا إلى منصب مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وأمين صندوق تحيا مصر. نتابع الآن كلمة دكتور محمد أشتي رئيس الوزراء الفلسطيني. نتابع. الطبية بحيث تصبح العمليات الجراحية تجرى بدون مواد تخدير، وأين هي الحضارة التي تمنع الدواء عن مرضى السرطان في غزة؟ وأين هي الحضارة التي تقصف مستشفى وتطالب إخلاء مستشفيات أخرى
مما يعني نزع المساجد والكنائس. مجلس الوزراء يؤكد أن الأولوية الآن هي وقف الحرب والعدوان وإدخال المواد الإغاثية إلى غزة وحماية المدنيين ووقف التهجير الكسري، وهي مسؤولية دولية. ونتابع مع الإخوة المصريين إدخال المواد الإغاثية من خلال معبر رفح، ويجري السيد الرئيس كل الاتصالات مع دول وزعماء العالم من أجل وقف العدوان عن شعبنا. إنني أدعو أيضا إلى السماح للصحافة الدولية للوصول إلى غزة لتوثيق وفضح جرائم الاحتلال التي ترتكب هناك. إن شعبنا سيهزم نوازع الغطرسة والإجرام وأحلام التوسع التي تصوغ أيديولوجية وفكر قادة إسرائيل الذين يمارسون سياسات التطهير العرقي والإبادة الجماعية. إن سعينا للحرية والاستقلال وإقامة دولتنا لن يتوقف، وصمودنا على أرضنا لن تخلخله جرائم المستعمرين. مجلس الوزراء يتابع اليوم ما يجري في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية، والعهد والوفاء لشعبنا حتى إنهاء الاحتلال وحتى القدس والدولة والعودة. أدعو إخواني الوزراء للوقوف وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء. طبعا مع حضرتكم جانبا من المؤتمر الصحفي لدكتور محمد عشتي رئيس الوزراء الفلسطيني الذي تحدث فيه عن ضرورة دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح البري من جانب مصر، وأن هناك تنسيق مستمر مع الجانب المصري لإدخال المساعدات كافة إلى داخل قطاع غزة المحاصر. كذلك تحدث عشتي عن ضرورة السماح للصحفيين الدوليين بممارسة أعمالهم حتى يتم فتح جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وأن توثق كافة الصور لفتح المجتمع الدولي الذي يكيل بمكيالين دائما في كافة المواثيق الدولية، وكذلك أن يتم بشكل دائم الحديث عن فلسطين وأنه سيكون هناك انتصار بإذن الله خلال الفترة القادمة. بالطبع آخر ما في هذا النشر الإخباري هي عناوين الأخبار. الرئيس السيسي يشدد خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء هولندا على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل منتظم وسريع. إسرائيل تقصف محيط 3 مستشفيات في قطاع غزة ومقتل جندي إسرائيلي خلال توغل للقطاع. حزب الله يعلن استشهاد 7 من عناصره في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية، ونتنياهو يقول أن مشاركة حزب الله في الحرب ستكون مدمرة للبنان. ختام هذا النشر، نشكركم طيب المتابعة، إلى اللقاء.